للمزيد حول الأوضاع في السودان، بعد الفيضان الذي ضرب عددا من الولايات السودانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد شناوي. بداية أستاذ محمد، لو تضعنا في مشهد آثار الفيضانات بعد مرور عدة أيام من حدوثه. أستاذ محمد تسمعني؟ نعم، الفيضانات خلفت يعني آثارا كبيرة على الأوضاع هنا في السودان، وتحديدا في المناطق المتضررة هناك يعني خسائر كبيرة في الممتلكات، بجانب أن هناك مناطق بأكملها قد تضررت بالكامل. بالتأكيد أن لهذه الفيضانات يعني تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية. الملاحظ في الأيام الماضية أن هناك يعني عدد كبير من المزارع المجاورة للنيل قد غرقت تماما، وبالتالي هذا الأمر أثر على السوق في الخضروات وتحديدا المنتجات التي يعني المستهلكة يوميا، وهي الخضروات والفواكه، حيث شهدت ارتفاعا جنونيا، وذلك بسبب الفيضانات التي غمرت تلك المناطق المجاورة للنيل. وأيضا هناك تبعات صحية يعني بدأت ملامحها تتضح، حيث هناك عدد من المناطق يعني تراكمت فيها المياه وخلفت يعني آثار يعني صحية كبيرة جدا. المشهد يعني في السودان هو يعني يمكن وصفه بالكارثي، خاصة وأن الحكومة الانتقالية في السودان قد أعلنت أن السودان منطقة كوارث طبيعية، وأعلنت أيضا حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر حتى تنجلي هذه الأزمة التي أو الفيضانات التي ضربت مناطق كبيرة هنا في السودان. المشهد في السودان يعني سيء جدا، ويتطلب التدخل من البلدان الصديقة. وكما تبعتم أن هناك عدد كبير من الدول. أستاذ محمد، هل حدثنا على الجهود الحكومية التي بذلت لرفع آثار الفيضان على المستوى المجتمعي والاقتصادي؟ في واقع الأمر أن الحكومة السودانية تفاجأت بهذا الأمر، في كل عام يعني دائما تتفاجأ، وهذا الذي حدث هو يعني فوق طاقتها، وبالتالي يعني دعني يمكن أن أسمي هذه الحكومة هي حكومة وليدة، لجهة أن الأوضاع التي ورثتها من النظام السابق هي حتى الآن لا تزال ماثلة في السودان. هناك أزمات اقتصادية، هناك أزمات سياسية، هناك عدد من الأزمات ورثتها هذه الحكومة. الحكومة السودانية يعني لها جهود في تقدير خاص حسب يعني وفق طاقتها، هناك تحركات من الدفاع المدني وكذلك من وزارة الداخلية، أيضا لها جهود جبارة، وكل السلطات المختصة لها دور كبير، لكن ما حدث فوق طاقتها، وبالتالي هناك منظمات يعني ظهرت إلى السطح هي أيضا داعمة، منظمات خيرية وجهات خارجية، وكما تابعنا في الأيام الماضية أن العراق قد يعني ابتعث في الجسر الجوي للحكومة السودانية، إضافة إلى المملكة العربية السعودية وقطر وأيضا الإمارات. هناك يعني مجهود جبار من الخارج، إضافة إلى المجهود الداخلي من داخل الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، لكن ما حدث هو فوق طاقة الحكومة السودانية حتى الآن. يعني يمكن يعني هل ترى أن هذه الجهود الدولية ربما يعني هي على مستوى الحدث؟ والله في تقديري أن الجهود الدولية هي ليست على مستوى الحدث، خاصة وأن السودان بحاجة إلى المساعدة، يعني في كل يوم هناك تزايد في حجم الأضرار، وايضا هناك تزايد يعني في منسوب النيل، خاصه وانه في هذه اليومين حسب ما علمت ان هناك انخفاض في منسوب النيل، لكن الاضرار هي حتى الان هي مستمره. طيب في كل يوم محمد،
هناك إحصائيات جديدة. نعم، هناك حديث عن أن ما حدث هو تداعيات لسد النهضة وسياسات الحكومة الإثيوبية. إلى أي مدى تأكدت هذه التداعيات على يعني فعلا على إيجاد هذه الأزمة؟ والله لا أعتقد أن هذا الذي حدث هو تداعيات لسد النهضة، ولكن هناك بالفعل أحاديث كثيرة لكثير من المنظرين حول هذا الأمر، لكن بعض المختصين نفوا هذا الأمر، وهو يعني ما حدث هو في يعني في كل عام قد يحدث، لكن ما حدث العام هو يعني كان حجمه أكبر بكثير من الذي حدث في السنين الماضية. لكن يعني دعني أتحدث عن أنه هو يعني الذي حدث هو طبيعي جدا. في كل عام هناك فيضانات، لكن كما ذكرت أنه الذي حدث قبل 100 عام حسب متابعين أو مهتمين في هذا الأمر، أن الذي حدث لن يتكرر منذ 100 عام. وبالتالي الحكومة السودانية أيضا هي تعاني، أو السودان يعاني من ضعف البنية التحتية، خاصة وأن النظام السابق كان يغض الطرف عن التنمية أو الاهتمام بالبنية التحتية في البلاد. وضحت الصورة، نشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد شناوي.